انتخابيه داخل الولايات المتحده الامريكيه، هنالك يعني انتقادات واسعه من الجمهوريه لسياسه المتهاونه ليس فقط في العراق وانما في المنطقه بصوره عامه. هذه قد تكون هي للداخل الامريكي وللراي العام. حلو. العالمي كتبت التغريده مالها ايضا بالعربيه، يعني يخص الشان العراقي، يعني اكو اهتمام موجه للجمهور العراقي. طيب انا اكثر تضليل وتزييف. تضليل وتزييف. طيب. نعم تضليل تزييف. احنا عندنا نقاط. أنا ما بعد هذا التضليل والتزييف من مسؤول أمريكي، عندي تقريبا 10 ساعات إلى 12 ساعة، ممكن أكثر ممكن أقل، ليش ولا مسؤول حكومي بالدولة العراقية من مكاتب رئاسة الوزراء، من رئاسة الوزراء، شخص معنية بالسلطة التنفيذية ما جاوب على هذه التدوينة للسفيرة الأمريكية؟ ما حد جاوبها، فقط مجرد شخوص اليوم قريبا من الإطار حكت على الموضوع. نعم. لا ضروري. أنا لما أظلل لي الرأي العام العراقي أنا ضروري حتى لا أنا أفهم غلط. نعم. ولا أنت تفهم غلط، صح؟ نعم نعم. مجرد ما يعني معلومة لك ولضيوفك أنه هنالك مفاوضات ليس بالضرورة أن تكون هي للإعلام. لا جاوبها. هنالك جاوبها. نعم جاوب على هذا التضليل. ليس لا لا ليس بالضرورة أن يجاوب. ليس بالضرورة أن يجاب على هذه التغريدة أو غير تغريدة. الحكومة لا تعمل بالتغريدات. هنالك منهاج عمل وضع من قبل حكومة السيد السوداني لإنهاء ملف القوات الأمريكية والقوات التحالف بصورة عامة. طيب. يعني ليس فقط القوات الأمريكية، هذا هنالك أقصد هنالك جدية وهنالك رضا من قبل فصائل المقاومة العراقية لما قامت به حكومة السيد السوداني من تطوير حقيقي في هذا الملف. حلو. وهو مستمر ومستمر هذه الحكومة في المدة المقررة لهذا الخروج. طيب لا حياة عن هذا الخروج. حلو. مهما صرحت السفيرة ومهما غردت هنالك ثوابت وأسس سوف تمشي عليها هذه الحكومة رغم الضغوطات. طيب خلينا نشوف استاذ مكرم. بصراحة هنالك ضغوطات أمريكية ولكن الجانب العراقي